هسا خلصنا الفليب فلوب واللاتش كلهم بكل انواعهن. هسا ناخذ موضوع اللي هو اسمه السينكرونس بريسيت اند كلير انبوتس. هذا شنو؟ احنا الفليب فلوب باللي نوع الاس ار والدي والجي كي، الانبوت مالته يسموه سينكرونس. يعني شنو يعني انبوت متزامن؟ يعني شنو متزامن؟ يعني يعتمد على الكلوك، ايش وقت الحافه مال الكلوك، ايش وقت ما يوصل للنبضه الانبوت ياثر على الكيو، يعني الانبوت ياثر على الاوتبوت فقط بالحافه مال الكلوك بالنبضه. هستوى النبضه مال الكلوك يعتبتي ياثر الانبوت على الاوتبوت. بس اكو دوائر فليب فلوب عندها اي سكرينس انبوت. شنو ذني الاي سكرينس انبوت؟ هذني انبوتات مستقله بوحدهن ما لها علاقه بالكلوك، يشتغلن ايش وقت، يعني ياثرن على الاوتبوت ايش وقت ما هن يشتغلن، ما لها اي علاقه بالكلوك، وتكون البرايوريتي مالتها اعلى من الشنو، من الكلوك. الاوليه مال ذني الكلير، اقصد هذا الاي سكرينس الغير متزامنه، ذني الانبوتات اللي هن شنو هن البريسيت والكلير، هذني يكون الاولويه مالتهن اعلى من الكلوك. يعني الكلوك لما يشتغل انباع على الجي والكي، لان هسه الانبوتات الجي والكي والدي والتي، اقصد جي والكي والاس ار والدي، هذني يشتغلن فقط عند الكلوك. ذني شي يسموها انبوتات متزامنه. زين، بس اكو انبوتات تكون اوليه مالتن اعلى من الكلوك، هذني ما له علاقه بالكلوك، هن ايش وقت ما يشتغلن الاوتبوت يصير مثلهن، هذني يسموها اي سكرنس غير متزامنه، اللي هن شنو البريسيت والكلير. زين، خلينا نجي ناخذ مثال ونشوف شلون راح يتاثر. هذا مثال على الموجه، يعني شكل موجه، ارسم شكل موجه. راح اخذ مثال، يعني مثال اجيبه من النت ونحله، ومثال هذا مال ملزمه. اول شيء نحل مثال ابو النت. هسه عندي هذا المثال. قبل لا ابدي بالمثال خلينا نشوف البريسيت والكلير شو وقت يشتغلون. شوفوا هسه عندي هذا اللي تبعون عليه، هذا بعدين نحله ورا هذا المثال اللي رسمته. هذا هو الرسم مثلا مال فليب فلوب او جي كي. هذا الكلوك مالتي، هذا بريسيت والكلير. شوف هنا بريسيت والكلير يشتغلون لما يكونون صفر. ليش بالصفر؟ لان هنا عندهم هنا بابل، هاي الانفرتر. فلما نعطي بريسيت، لما نعطي البريسيت صفر، فصفر هذا راح يتحول انفرتر الى واحد، فاذا راح يشتغل البريسيت. فاذا البريسيت والكلير يشتغلون لما نعطيهم صفر، لما نعطي صفر للبريسيت ولما نعطي كلير البريسيت يشتغلون. بس ابد ابد ما يشتغلون سويه ابد. يعني اقدر اذا اعطيهم هسه هذا اعطيه البريسيت واحد ما راح يشتغل، هذا الكلير اذا اعطيه واحد ما راح يشتغل، هذا عادي حالة الواحد واحد. بس اذا صفر صفر ما يصير ابد، يعني اذا صفر هذا راح يشتغل وهذا صفر هذا راح يشتغل، ما حد عنده اولوية على الاخ، فما يصير نشغلهم اثنيناتهم ابد. نعرف هسه ليش خلال الرسم. زين، اذا هذا صفر وهذا واحد، اذا الصفر هو اللي يشغلهم قلنا. ليش؟ يعني اكو انفرتر. فاذا اذا خليت هذا صفر اذا بريسيت راح يشتغل وهذا واحد اذا كلير ما راح يشتغل. اذا بالعكس الفوق واحد وهذا صفر، اذا البريسيت ما راح يشتغل والكلير راح يشتغل، لان الكلير هو عنده الصفر. زين، هسه احنا قلنا عرف ايش وقت يشتغلون، بس دول اذا يشتغلون شو يسوون؟ شو يسووا لي بالاوتبوت؟ البريسيت كل ما يشتغل الاوتبوت يصير واحد، الكلير كل ما يشتغل الاوتبوت يصير صفر. هي يعني ايش وقت ما البريسيت يصير صفر الاوتبوت راسا يصير واحد، ما عليه بالكلوك، راسا يصير واحد، ما له اي علاقه بالكلوك، لان البريسيت والكلير يتحكموا لي بالاوتبوت وما يبعون اصلا على الكلوك، هم عندهم اولويه على الكلوك، الكلوك هو يسمع كلامهم، هم بوحدهم ما حد ما يسمع كلامهم. ف ايش وقت ما يشتغلون الاوتبوت يصير وياهم. فاذا اشتغل البريسيت ايش وقت يشتغل؟ لما نعطيه صفر، فاذا الاوتبوت راح يصير واحد. واذا اشتغل الكلير ايش وقت يشتغل؟ هم لما نعطيه صفر، اذا الاوتبوت راح يصير صفر. زين، هسه هنا بيجي وكيش خالي هاي، يعني شنو هاي؟ يعني الاثنين واحد واحد بكل الحاله. زين، هسه هنا انا رسمت الكلوك، رسمت البريسيت ورسمت الكلير، الجي والكي وينهم؟ انا هنا خلينا نفرض انه الجي والكي، هذا الجي والكي
هما دائما واحد، رأسين يبدون واحد واحد. قلنا واحد واحد شي يسوي؟ يقلب صح؟ يعني لما يجي الانبوت مات يصير واحد واحد راح يقلب الاوتبوت. بس شو وقت يشتغل هذا الجي والكي؟ شو وقت يشتغل هذا الانبوت؟ فقط عندما الكلوك يوصل للنبضة اللي هو واصل لها. هسه هنا انا جريت خطوط على النبضة النيجاتيف صح؟ هاي نبضة شنو؟ نيجاتيف. زين، خلنا نفرض الحالة الابتدائية مال هذا الفليب فلوب هي واحد. ليش كل مرة اخذ حالة ابتدائية رئيسية؟ ثم مرة اخذ حالة ابتدائية هي ست. فاذا عندما يكون انا قلت ما طول عندي بريسيت، لا وما قلت هسه راح اقولها. المهم لما يكون عندي بريسيت والكلير اول شيء اباع عليهم، بعدين يلا اباع على الكلوك، لان البريسيت والكلير لما يتغيرون الاوتبوت لازم يتغير مثلهم، وما يهم لي هم بيا فتره، ما عليهم بالكلوك. الكلوك شو وقت اباع عليه؟ لما ذول منطفين، لما بريسيت والكلير اثنيناتهم ما مشتغلين اباع على الكلوك. زين هسه عندي بريسيت هذا وهذا الكلير، هذا الخط الجو هو الصفر وهذا الخط فوق كله واحد، هذا الخط الجو هو الصفر وهذا الخط فوق كله واحد. اذا هذا واحد وهذا واحد، راح يشتغل بريسيت وكلير؟ لا ما يشتغلون، يعني احنا قلنا شو يشتغلون بالصفر، لان اكو هنا شنو عندهم انفرتر، فلما نعطيهم صفر هذا صفر راح يتحول واحد. المهم فاذا بريسيت وكلير هنا هسه حاليا مطفيين واحد واحد، لما يكونون واحد هم مطفيين. زين اذا الاوتبوت قلت اني افرضه هو شنو؟ واحد حالة الابتدائية. اذا اوتبوت راح يكون واحد لحد ما يوصل لاول نبضه، وصل لهنا. زين هسه اباع على وصلت لهاي النبضه، اباع على اليمنى، ايش لقيت؟ البريسيت مطفي، الكلير شنو؟ مطفي. اذا البريسيت والكلير ما راح ياثرون علي، ما طول مطفيين اثنيناتهم اباع على الجي كي. الجي كي شنو عندي؟ واحد كل الحالات، سوري عندي هو شنو قيمته؟ واحد واحد. وواحد واحد شو راح يسوي؟ راح يقلبه. اذا هذا الاوتبوت راح ينقلب، ينزل لي جوا وينقلب، بس لي وين ينقلب؟ يكمل كله للنبضه النهائيه؟ لا، اول شيء اشوف على البريسيت والكلير. هذا البريسيت شو وقت يشتغل بهاي الفتره؟ خلينا ننزل خط، يعني هنا البريسيت نزل صار صفر، لما يصير صفر يعني شنو؟ يعني اشتغل. زين اذا من هاي الفتره لهاي الفتره لحد قبل لا يشتغل بريسيت هو شنو الاوتبوت؟ صفر. ليش؟ لأن منو قلبه صفر؟ هذا الجي والكي واحد واحد التوغل، لأن هذا واحد واحد باعتبار توغل، هو الواحد واحد قلبه على حسب هاي النبضة. لأن أنا أول ورا ما باعت على هاي النبضة لقيت بريسيت واحد والكلير واحد، يعني مطفيات. إذا ما طول ذولا مطفيين يلا أروح على الإنبوت مالتي اللي هو الجي والكي. فما ذولا مطفيين رحت على الإنبوت مالتي جي والكي، هو واحد واحد دائما، فراح ينقلب الأوتبوت مالتي يصير صفر. بس لي وين؟ لحد ما يشتغل البريسيت. لازم نلاحظ، شوف اذا البريسيت بقى مطفي كل الفتره كلها، اذا ابقي هذا صفر لحد النبضه الثانيه، بس هنا عندي البريسيت مشتغل. زين هسه هنا البريسيت صار شنو؟ صفر. لما يصير صفر ايش راح يصير؟ يعني راح يشتغل البريسيت. قلنا البريسيت شو يسوي؟ يسوي لي الاوتبوت واحد. الكلير شو يسوي؟ يسوي لي الاوتبوت صفر. زين هسه هنا ما طول اشتغل البريسيت الاوتبوت مالتي راح يصير شنو؟ راح يكون واحد. واحد لي وين؟ واحد لحد هاي الفترة، لو واحد لحد النبضة الثانية، لا واحد لحد النبضة الثانية. ليش؟ لأن هسه خلينا ننزل خط لهاي الفترة، صارت هاي الخطوط هسه هنا صار عندي الاوتبوت صار واحد صح؟ بهاي الفترة المشتغل بيها البريسيت الاوتبوت مالتي هنا صار واحد. هسه ورا هاي الفترة، هاي الفترة ايش راح القى؟ راح القى البريسيت واحد، ولا القى الكلير واحد. لما البريسيت واحد والكلير واحد الاثنين ما يشتغلون، ما يأثرون على أي شيء بالفليب فلوب، إذا الأوتبوت راح يبقى نفسه. دير بالكم تقولوا لي البريسيت شو اسمه واحد والكلير واحد، إذا ذولا مطفيين أروح على الأوتبوت فهذا راح ينزل إيه شو يكمل؟ لا، هذا الجي كي شو وقت يشتغل؟ أول ما نعبر النبضة. هسه أنا حاليا بهاي الفترة ماكو نبضة، النبضة هنا، النبضة الجاية اللي راح أعبرها هي هاي، بس أنا حاليا هنا ماكو نبضه. فاذا ما طول ماكو نبضه، اذا الجي كي ما لهم تاثير على الاوتبوت، وهنا البريسيت والكلير همين شنو؟ مطفيين. اذا هذا الاوتبوت راح يبقى واحد لحد ما يوصل للنبضه الثانيه. اذا هاي الاوتبوت اللي صار واحد، منو سوى واحد؟ هاي الفتره مال البريسيت لما كان صفر. فلما كان صفر عبر الفتره بعد انطفى البريسيت، بس الاوتبوت بقى واحد،
لان بريسيت مطفيل والكلير مطفي. لو الكلير مشتغل كان الاوتبوت صار صفر، لان كلير هو اشتغل وسوى صفر. بس هنا أنا شنو الثنين شنو مطفين، اذا راح يبقى الاوتبوت واحد. هسه وصلت للنبضه الثانيه، اجي ابابه اول شيء اشوف البريسيت والكلير مشتغلين لو لا، لان اذا مشتغلين اسمع كلامهم هم مثلهم امشي، بس ما طول هنا ما مشتغلين اروح على الانبوت والجي والكي. زين هسه وصلت لهاي النبضه، ابا على اليمنى اشوف شو حلقه، بريسيت مطفي لو مشتغل مطفي. ابا هنا شو حلقه، الكلير مطفي لو مشتغل هم مطفي، لان هذا واحد وهذا واحد. اذا ما طول الاثنين مطفيات راح اروح اعتمد على الجي كي الانبوت مالتي. زين الانبوت مالتي قلنا دائما واحد واحد، اذا شو حيصير بالاوتبوت؟ راح ينقل. اذا هذا هو صار واحد، الاوتبوت القديم راح يصير صفر. زين يصير صفر الى لي وين؟ لحد النبضه الثالثه. اي لحد النبضه الثالثه. ليش؟ لهنا البريسيت والكلير مطفيين، الاثنين مطفيين، فاذا راح يبقى لحد النبضه الثالثه ما ياثروا لي على كيو. ليش؟ لان دول مطفيين ما راح ياثروا لي على هاي، هنا ما تصير تغيرات مثل ما هنا، لان هنا بهاي الفتره بين النبضه الاولى والثانيه البريسيت مشتغل، فاذا اثر لي سوالي هاي الواحد. بس هنا بين النبضه الثانيه والثالثه ماكو، البريسيت مطفي والكلير مطفي، اذا ما اثر شيء، فاذا الاوتبوت راح يبقى واحد لحد النبضه الثالثه. وصلت للنبضه الثالثه، ابا على اليمنى ايش لقيت؟ البريسيت مطفي، الكلير شنو؟ مطفي. اذا واحد بواحد، اذا راح اعتمد على شنو؟ على الانبوت جي كي. اذا هذا شنو الاوتبوت؟ راح ينقلب الى واحد، هو مو كان صفر، راح يصير عندي واحد. بس لي وين يصير واحد؟ لحد النبضة الرابعة لو يتوقف لحد معين. لا راح يتوقف لحد معين. ليش راح يتوقف لحد معين؟ لان هنا أنا عندي بين النبضة الثالثة والرابعة الكلير مشتغل، ما طول نزل للصفر يعني الكلير اشتغل، فاذا لحد هاي الفترة قبل لا يشتغل بكلير بهيج بلحظة ينزل خط كسرت النبال. يلا تكتب. فاذا هنا ما طول قلت هذا مطفي هذا مطفي، اذا هنا الاوتبوت راح اعتمد على الجي كي، راح ينقلب الاوتبوت يصير عندي واحد. زين هذا صار عندي واحد، بس لي وين واحد؟ لهنا لحد من اللحظه اللي يشتغل بها الكلير. هو شو وقت يشتغل الكلير؟ هنا بهاي الفتره. اذا بهاي الفتره اشتغل الكلير نجي نوقف. قلت الكلير شو يسوي؟ يسوي الاوتبوت صفر، البرينسيت يسوي اوتبوت واحد. هنا ما طول الكلير اشتغل اذا الاوتبوت راح يكون صفر لحد لي وين؟ لحد ما نوصل للنبضة الثالثة. وصلت لهنا النبضة اقصد الرابعة، لان هنا كلها هو شنو الكلير مشتغل، حتى لو مو كلها، حتى لو الكلير اشتغل لحظة واحدة بس هيك يعني، بس هيك واشتغل راح يظل هذا صفر لحد ما يوصل للنبضة الرابعة. زين ليش؟ يعني جي كي يقلبوه فقط ورا النبضة، فقط باللحظة النبضة. بس دا شوفون هنا الكلير والبريسيت دي يأثرون على الاوتبوت وما عليهم بالنبضة. ثاني حاليا بهالفترة ماكو نبضات واثروا على الكيو، فاذا الكلير والبريسيت ما لهم علاقة بالنبضة. زين نكمل. هسه هذا قلت ما طول صفر اذا اشتغل كلير، اذا الاوتبوت راح يصير صفر لحد ما اوصل النبضة الرابعة. وصلت النبضة الرابعة، البريسيت مطفي لو مشتغل مطفي لان واحد، الكلير مطفي لو مشتغل هنا مشتغل صفر صح. اذا ما طول مشتغل هذا الكلير اذا هذا اللي حيبقى صفر، راح يبقى صفر لي وين؟ لحد النبضة الخامسة. ليش؟ لان بعد انا عبرت هاي النبضة بعد الواحد واحد ذاك الجي كي الانبوت ما يأثر لي الا وصل للنبضة الخامسة، لان الجي كي يأثر لي فقط ورا النبضة بفترة. بس هنا انا ما طول عبرت هاي النبضة شفت الكلير مشتغل هذا، اذا هذا اللي حيبقى صفر ما راح ينقلب هذا الى واحد، لان الكلير والبريسيت هم الاولويه من الاوتبوت وما لهم علاقه بالكلوك، اقصد هم الاولويه على الانبوت وما لهم علاقه بالكلوك. هذول لم ايش وقت اعتمد على الجي كي؟ فقط عندما هذول الاثنين مطفيين ابدي اقلب، او على حسب الانبوت مالتي اللي عندي، لا 0 0 1 0 1 1. بس هنا ما طول هذا كان مشتغل اول ما عبرت النبضه هذا مشتغل، اذا راح امشي عليه مثله ابقي كله صفر. زين وصلت للاوتبوت الخامس، هنا ايش لقيت؟ البريسيت واحد مطفي، هنا ايش لقيت؟ الكلير واحد مطفي. اذا ذولا ما طول الاثنين مطفيين راح اروح اعتمد على الانبوت، الانبوت اللي هو شنو الجي كي، اللي هو شنو الانبوت مالتي هسه واحد واحد. اذا هذا راح يصعد. ليش؟ لان الواحد واحد اشتغل التوجل، اذا هو شنو حاطه قديمه؟ صفر. هذا راح يصير واحد، ينقلب ويصير واحد. هذا هو شنو حل السؤال مال
هذا جبته هيك من الانترنت. فيعني هنا اللي اقصد بي الجي كي انطاني اياه هاي، يعني شنو هاي؟ يعني واحد واحد، يعني الاثنين بكل الفتره الزمنيه هما واحد واحد ثابتين. زين، فاجي اول شيء لما اوصل للنبضه عبرها اجي ابى على البريسيت والكلير اول شيء اشوفهم مشتغلين لو مطفيين، اذا مطفيين اروح اعتمد على الانبوت والكيو يعتمد على الانبوت مالتي والجي كي، اذا مشتغلين اذا الكيو اللي هيعتمد على اللي هم البريسيت والكلير، وذول البريسيت والكلير يشتغلون باي وقت مو الا ورا اللحظه. لا هسه هذا تشوفون هذا البريسيت هذا اشتغل ورا اللحظه هنا وعادي اثر لي على الاوتبوت باي وقت ذولا يشتغلون، ما لهم علاقه بالكلوك، بس الانبوت يعتمد على الكلوك فقط ورا النبضه لازم راسا. هذا هو السؤال. نجي ناخذ سؤال ثاني اللي هو مال ملزمه. زين خلينا نجي لهذا السؤال. سؤال بي هواي نبضات، 9 نبضات ما شاء الله. زين اريد الكيو، خلينا نقرا السؤال. For the positive edge triggered JK، قال لي positive عرفت انه هذا يشتغل بالبوزيتيف. Flip flop with preset and clear input shown below. Determine the Q output for the input shown below in timing diagram Q. Initially by هنا in timing diagram يريد يعني هذا الرسم يسموه timing diagram. هناش قال لي Q initially low. مرة يقول لي initially reset، مرة يقول لي initially low، مرة يقول لي غير شيء. فهنا شنو ما طول قال لي initially low يعني شنو قصده؟ يعني Q هو ابتدائيا صفر، ابتدائيا reset. فإذا الـ Q هو اللي حيبدي يشوفون أنا صفر. زين هنا ايش قال لي بالرسم؟ ما اعطاني أي شيء على الجي والكي، بس بالرسم ايش خلى لي؟ الجي والكي رابطهم مباير وثياتهم رايحين الهاي، يعني شنو؟ يعني الجي بكل الحالات واحد والكي بكل الحالات واحد. زين الكلوك هنا أنا بوزيتيف وهم هنا قال لي بوزيتيف. زين إذا ايش وقت ما أشوف البريسيت والكلير مطفيين مثل السؤال السابق؟ اقلب الاوتبوت. هسه قال لي اول شيء انزل خط، قال لي هذا شنو؟ هذا بوزيتيف ايدج، يعني ايش راح يصير؟ يعني بالبوزيتيف ايدج راح يشتغل الانبوت اللي هو جي والكي، يشتغل التوغل لان واحد واحد شنو هذا؟ توغل. بس باللمن شو وقت ما يشتغل الكلير والبريسيت ابا عليهن اول شيء، هم الاكثر شيء اولويه. شو اكتبه على الجي والكي الانبوت لما البريسيت والكلير مطفيات؟ شو اكتبه على شو اسمه البريسيت والكلير لما يشتغلون؟ اعيد طبعا دا اعيد عند اخطط شوي لهي نفسي. فاذا البريسيت والكلير اولويتهم اعلى من الانبوت، الانبوت يشتغل فقط عندما البريسيت والكلير مطفيات ويشتغل فقط ورا النبضة الكلوك. الثاني حاليا النبضات اللي اسويها شنو ذني؟ بوزيتيف ايدج، نبضات موجبة. زين قاعد تمطر، اجي على الكيو قلت اني هو ايش قال لي؟ انيشيالي لو، يعني شنو هنا؟ سوري هذا يجي هيج انيشيالي لو يعني شنو؟ يعني اول حالته الابتدائيه صفر، اذا الكيو اللي حيصير صفر لحد ما يوصل الاول نبضه، او مو لحد ما يوصل الاول نبضه، يعني اذا هنا البريسيت نازل يعني مشتغل بريسيت يعني الكيو اللي حيصير واحد على حسب الفتره اللي بيها. المهم بس هنا انا ماكو البريسيت مطفي، الكلير مطفي، مطفيين لحد النبضه الاولى، اذا هذا كله اللي حيصير صفر لحد النبضه الاولى. اجي للنبضه الاولى ابا علمنا، شفت البريسيت صفر يعني مشتغل، الكلير واحد يعني ما مطفي، اذا ما طول البريسيت مشتغل اللي وجدت قيمته واحد، اقصد ما طول مشتغل لان هنا انا صفر، فالبريسيت شي يسوي الكيو يحول ليا الى واحد، اذا الكيو راح يتحول واحد لحد النبضة الثانية. ليش؟ لان هذا هنا مشتغل هنا الكلير مشتغل. زين وصلت النبضة الثانية شفت البريسيت بعده مشتغل والكلير مطفي، اذا ما طول البريسيت مشتغل راح يكمل لحد النبضة الثالثة. وصلت النبضة الثالثة زين ابا علمنا شلقه، البريسيت مطفي الكلير مطفي، اذا اللي هروح اعتمد على الانبوت الجي والكي اللي هو شنو؟ واحد واحد. اذا بهاي الفتره من هنا لهنا ومن هنا لهنا اثنين مطفيين البريسيت والكلير، اذا هذا كله راح ينقلب الاوتبوت لان هو كان واحد راح ينقلب الى صفر. ليش انقلب؟ لان عندي الانبوت مالتي واحد واحد بكل الحالات. وصلت النبضه الرابعه ابا علمنا، البريسيت مطفي والكلير مطفي للفتره كلها،
إذن همين الحين قولي بيرجع، كان صفر الحين قلب إلى شنو واحد. وراها وصلت النبضة الخامسة، أبا علي منه البريسيت مطفي الكلير مطفي، إذن همين الأوتبوت الحين قلب. ليش دي ينقلب؟ لأن عندي جي والكي واحد واحد دي يقلبون، فدي يشتغل هنا باعتبار جي والكي، دي يشتغل ورا هالنبضة ودي يشتغل ورا هالنبضة ودي يشتغل ورا هالنبضة، فإذن الحين قلب همين. وصلت النبضة السادسة، شنو الجي والكي البريسيت والكير هم مطفيين للفترة كلها من النبضة السادسة للسابعة، إذا الجي والكي راح يشتغلون فينقلب الأوتبوت لحد النبضة السابعة. وصلت النبضة السابعة، إيش لقيت؟ لقيت البريسيت مش مطفي والكلير همينه مطفي، إذا الحين هذا ينقلب لوين؟ بس ما راح ينقلب للفترة كلها، ليش؟ هنا الكلير راح يشتغل عندي، فأنزل خطأ هيك، إذا راح يبقى مقلوب لحد هاي الفترة بس. زين، وصلت هاي الفترة وقفت، وصلت للكلير، يعني كلير اشتغل، قلت الكلير هو ما طول اشتغل، شي يسوي؟ يحول لي الاوتبوت الى صفر. زين، هسه انا اول شي عندي الاوتبوت صفر، هو من قاعد الاوتبوت شنو؟ صفر. اذا ايش راح يصير؟ راح يبقى صفر، مو ينقلب، لا الكلير ما يقلب، يحول لي الاوتبوت صفر، هو اصلا صفر، فاذا راح يبقى صفر لحد النبضة الثامنة. وصلت النبضة الثامنة، ابا علي منه هذا بريسيت مطفي لين واحد، هنا الكلير مشتغل لين صفر، فاذا راح يبقى صفر. الاوتبوت راح يبقى صفر لان الكلير مشتغل، فما بعد ما اهتم للانبوت مات يا ابو جي والكابل واحد واحد، ليش؟ لان هذا كلير مشتغل. وصلت النبضه التاسعه باع اليمنى، هذا البريسيت واحد مطفي، الكلير صفر هم مشتغل، اذا راح يبقى صفر، وانتهى حل السؤال. هذا هو شنو البريسيت والكلير انبوت. وراها يجي شرح للاكسايتيشن تيبل، هاي سهله. هذا هو البريسيت والكلير. اذا ملخص الحكي، لما يجينا هيك سؤال اول شيء ابا على البريسيت والكلير، ما علي بالكلوك، هذول الاوتبوت يشتغل مثلهم باي حاله باي فتره من ذن الفترات. اذا ثنين مطفيين ابا على الكلوك، اخبى على اليمنى اشوف شنو اللي عندي الانبوت مالتي، اذا واحد واحد صفر واحد واحد صفر، يعتمد الكيو على الانبوت مالتي مثل ما حلينا سابقا. شو وقت ابا على الانبوت؟ فقط عندما هذول مطفيين، لما يشتغلون لا اعتمد عليهم واسوي الكيو مثلهم. البريسيت اذا اشتغل اللي هو بالحاله الصفر الكيو راح يصير واحد، الكلير اذا يشتغل اللي هو همينه بالحاله الصفر الكيو راح يصير عندي صفر. هاي انتهى هذا الموضوع، وداعا.